لا انا كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. بالروضة انت تمهيدي ولا بستان؟ تمهيد. تمهيدي. سمعت انك متفوقة في الروضة، شاطرة. هذا في كويس. طيب ليش متفوقة؟ شو سويتي؟ شو عملتي؟ شو حفظتي؟ نحفظ ونلعب دبكة عشان نسوي يوم التخرج الدبكة. شو حافظة كمان عشان هيك؟ بنحكي صوت الفاتحة وبنحكي صوت النبأ وبنحكي صوت الإخلاص وبنحكي صوت الناس. طيب أنا أشطر واحد بالروضة. أنت أنا وجودي وموسى. ثلاث، أنتو بالروضة كم طالب؟ كل الروضة قديش عدد؟ مية؟ 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 لا مش 100، كثار، هم كثار كثير. شو يعني 1000؟ لا كثار كثير. مليون؟ طيب لانا وين حفلة التخرج تبعتكم؟ في 7 و5، 27، 27 و5. 27/5 بيجي في رمضان ولا بعد رمضان؟ في رمضان في رمضان. طب في رمضان كنت تعملوا حفلة يعني مش شوب، والناس بدها تشرب مية وبدها توزع عصير بالحفلة، يعني حفلة، يعني حفلة بعصير ولا بدون عصير في رمضان؟ عصير ولا بدي عصير؟ فيش عصير، دومش يجيب عصير، نروح احنا صايمين. صايمين. الأطفال بصوموا هذول في الروضة؟ بنصوم كل الروضة بتصوم، كل الروضة احنا صايمين. ما شاء الله. انت حابة الحفلة بعد رمضان ولا في رمضان ولا على العيد؟ في العيد احسن. في العيد، وكمان في العيد وفي رمضان. في العيد وفي رمضان. حافظة، سمعت انك حافظة اسماء الله الحسنى، كم اسم هن؟ تسمي شو كم اسم هن الحين؟ 99 اسم. 99 اسم. حافظيت ان 99 اسم؟ بس وصل مش حفظها. المس بس تحكي لي كلمة واحدة على طول انا اكمل. يعني الحين لو انت لحالك بدون ما نحكي لك وتكملي وهيك تقدر؟ بس المس لازم تحكي اشي واحد على طول نكمله. بس اذا حكت اشي واحد واحنا لسه ما حفظنا شي، خلاص ما ناخدش هدايا. المشكلة أنا الحين بدي تسمي لي إياهن، بس أنا مش راح أعرف أقولك، يعني أخليك تسمي وأخليك تكملي، لأن أنا مش بس حافظهن. بس أنا مش بس حافظهن. الباقي 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 قديش اسمي؟ نسيت نصهم. طب أنت الحين بلش سمي، وإذا الله، لا ممنوع الا بالاول الله، بعد الرحمن بعد الرحيم. خلص ماشي اتفقنا. يلا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الرافع الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير. بعدين تسمعينا سورة النبأ. يلا سورة عمة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض بهذا الجبال أوتادا خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا جنات ألفافا بينما الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا شرط الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا
يحب الرزق إذا وفق لك لا يحب كذب بآياتنا كتاب كل شيء رفنا كتاب وذوكم فلم نزيدكم إلا عذاب. صدق الله العظيم يا لانا. لانا صدق الله العظيم. طب هذه يعني كل صورة النبأ هذه تنطوية. انت تعلمتي هذا التسميع وين؟ في الروضة، شو اسم الروضة؟ هي روضة الدكوع الإسلامية. دكوع هاي وين بتيجي دكوع؟ كيف بدهم يعرفوها الناس اللي في فرنسا وتونس؟ هذا في نزلة على اليوتيوب، هذا في نزلة بننزلها، في كمان نزلة بننزلها، في كمان نزلة بننزلها، هاي هذا بتشوف بوابة لونها أخضر، هاي هي روضة. يعني اللي في، انت بتحكي للي في اوروبا وفي تونس والمغرب، هذول اصحابي بتبعوك في الجزائر والمغرب، شو بتحكي لهم؟ تقوع وين هاي بتقوع؟ بس القدس رام الله بتلحم خليل نابلس، هذول في صور، هذه في قراية المسجد الأقصى. طيب شو بدك المسجد الأقصى سرع؟ طيب يعني تقوع قديش بعيد عن المسجد الأقصى؟ وكمان في هذه الصورة الجديدة فيها بس سبحان الذي، سبحان الذي أصلا هذا صغير. يعني اللي بتحكي عن القدس الأقصى النصرة. طب سمعيني إياها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بس قديش القدس بعيدة عننا الحين؟ القدس بعيد عننا كثير كثير كثير. كم كيلو؟ 30. 30 كيلو. 30 كيلو صح. عمرك دخلت القدس؟ لا ولا عمري. ليش؟ ولا عمرك؟ عمي في السجن كريم. عشان عمي كريم في السجن، بقدرش اروح وعمي كريم في السجن. طلعش هيك تصريح صح؟ اه طيب الحين المدرسة، وين بدك تروحي على المدرسة؟ السنة الجاي. السنة الجاي، يعني أنت في الروضة الحين. كل الفصول في فستان بيجي علي، بس كل الفساتين صغار علي عشان بلشت اكبر. حلو. طيب ان شاء الله بتكبري وبجيبوا لك فستان كبير على قدك. انت لما بتروحي على المدرسه وبعد ما تخلصي، شو حابه تدرسي تصيري؟ قال بحكي، قال انا بحب اطلع بالطبيب. دكتوره يعني؟ دكتوره. وقال اخويا بحكي بدي اطلع ميكانيكي. احنا بنقول له طب اطلع جريح، بقول لنا لا بدي اطلع ميكانيكي. عدولة بقول هو بده جراح في السيارات صح؟ لا بدي جراح في السيارة، بدي يصير زي ابويا ما هو ميكانيكي. ميكانيكي يعني بجرح السيارات. وعدولة بحكي بدي ايش، انا اشرب شاي، ده اشرب حليب عشان اصير جريح. احنا بنحكي انا شو بسوي في الروضة، مش وطن عوتر. وشو وطن عوتر هذا؟ انا وطن عوتر بيتخوت علي. بيتخوت على فلسطين؟ بتخوت على الناس. بتخوت على الناس وطن عوتر، وبتخوت على فلسطين. طب انت شو بتحبي تحضري على التلفزيون؟ اشي تعليمي. بحب احضر وطن عوتر، وبحب احضر ماشي الدب، وبحب احضر نمر الوردي، وبس هذول. حلو. وكمان بحب أحضر على قناة ميكي باز يطير. حفظت A B C D A F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now I know that A B C 6 1 2 3 with me. تنزلش على النت، تنزل على الماسنجر. مش مشكلة على اليوتيوب يا لانا. لا قديش يوتيوب. طيب وقول في الجزائر وتونس اللي بيحبوك غاد، بدهم تسلم عليهم الحين. شوف انا بحضر، انا بحضر كرتون على التليفون، مش بحضر. هلك كرتون، هلك بحضر عليهم، هلك كرتون. مش ماشي، هذاك بدهم يحضروك كمان. اسمعي، هذاك بدهم يحضروك، بدك تحكي لهم كلمة. طلع حبايبنا في تونس والجزائر والمغرب،
انت فلسطين، انت لانا الفلسطينية، شو بدك تحكي لهم؟ ايوه احكي. يلا احكي لهم كلمة. انا لانا فلسطينية. اتفضل. بسلم عليكم، بسلم عليكم. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. رمضان والعيد. رمضان والعيد بسلم عليكم كمان. بحبكم كثير كثير. باي.